هنتكلم النهاردة عن واحد من أهم البارادايمز اللي موجودة في الدنيا، اللي هو الفانكشنال بارادايم. البارادايم ده مهم جدا لأي حد بيشتغل في ديستريبيوتد سيستمز أو بيشتغل في هاي بيرفورمانس كومبيوتنج، عشان هو ممكن بسهولة أعمل باراليزيشن للكود اللي مكتوب بالفانكشنال بارادايم. البارادايم نفسه ما بدأش مؤخرا، ده بدأ في الثلاثينات، وكان بيستند على حاجة اسمها اللامدا كالكولس. مش هنخش فيها ان ديتيلز النهاردة، بس انا طبعا اشجعك ان انت تقرا في موضوع اللامدا كالكولس. اول لغة طلعت بتشتغل بالفانكشنال بارادايم اللي هي الليسب، وبعد كده طلع كذا فاريانت من الليسب وكلهم شغالين فانكشنال بارادايم. مؤخرا طلع لغات تانية زي السكالا والسكيم والميتا لانجويج، اللي احنا عن كل الاكزامبلز بتاعت الفيديو ده معمولة بيها، ولغة تانية اسمها ايرلنج وكلوجر وميراندا وهاسكل. اللغات دي كلها بتجمع ما بين الفانكشنال والامبيراتيف، يعني فيها حاجات فانكشنال فيها حاجات امبيراتيف، باستثناء الميراندا والهاسكل. الهاسكل والميراندا دول بيورلي فانكشن. يعني ايه بيورلي فانكشن؟ يعني هما فانكشنال بارادايم بس، ما بيسبورتوش غير بالحاجات اللي بتسبورتها الفانكشنال. يعني ده يعتبر المثال الاسمى للفانكشنال بروجرامنج. الفانكشنال بروجرامنج لو هنيجي نتكلم عليها ونشوف المميزات بتاعتها او ندرسها، هنلاقي نفسنا بنتكلم في حاجتين: اكسبريشنز وريدكشنز. يعني ايه اكسبريشنز؟ اكسبريشنز قال لك ان انا لو هعمل لغه فانكشنال، زي ما هنشوف يعني ايه فانكشنال كمان شويه، انا مش هيبقى عندي الكونسبت بتاع الاساينمنت ستيتمنت، انا مش هيبقى عندي الكونسبت بتاع الميموري لوكيشنز، لا انا هيبقى عندي كونسبت جديد اللي كل حاجه يعتبر اكسبريشنز، والبرنامج كله هو اكسبريشن كبير او مجموعه اكسبريشنز بتتفك وبتعوض في بعضها لحد ما توصل للريزلت النهائيه بتاعه البرنامج. حتى الفاليوز بتاعتك ما بتبقاش ليترالز بس، تبقى فانكشنز. يعني ممكن يبقى الفاليو بتاعتك اللي ماسكها هي عباره عن فانكشن. ده باختصار هو الاكسبريشنز. اما بالنسبه للريدكشنز، اللي وانس بقى معاك اكسبريشنز وعايز تعمل برنامج، البرنامج ما هو غير اكسبريشن بيتعوض فيه فيطلع اكسبريشن، فيتعوض فيه فيطلع اكسبريشنز، فتفضل تعوض في الاكسبريشنز دي لحد ما تطلع النتيجه النهائيه. معنى كده ان الفانكشنال بروجرامنج بكل اريحيه يقول لك احنا ما عندناش الكونسبت بتاع اللوبس. لو عايز تعمل لوبينج استخدم ريكيرجن، لكن احنا ما عندناش لوبس، عشان اللوب بتعارض فكره اللي يبقى فيه اكسبريشن. اللوب هي عباره عن ايه؟ اللوب عباره عن كاونتر، والكاونتر ده ميموري لوكيشن، والكاونتر ده بيزيد القيمه اللي فيه كل شويه لحد ما توصل لحته معينه. احنا مش عايزين كده، احنا ما عندناش كاونتر، احنا ما عندناش فاريبل، احنا كل اللي عندنا اكسبريشنز بتتفك وتخلص. فاحنا لو هنستعيض عن اللوبس بالريكيرجن، الريكيرجن يعتبر اكسبريشن، اكسبريشن ريكيرس مع نفسه، بحيث عشان تحله بتحل اللي قبله، وعشان تحله بتحل اللي قبله. فعشان كده احنا هنتكلم على موضوع الريدكشنز، وهيبقى في كلام موسع على موضوع الايفالويشن، عشان الاوردر بتاع الايفالويشن بتاع الاكسبريشنز دي هتلاقيه بيفرق وممكن يطلع نتائج مختلفه. فعشان كده هتلاقي حتى اللانجوجز الفانكشنال عندها اسامبشنز مختلفه في الطريقه اللي بتعمل بيها الايفالويشن. قبل ما نتكلم على الفانكشنال بارادايم، خلينا نعمل مراجعه على الماثيماتيكال اكسبريشنز، والمراجعه دي هتلاقيها مفيده جدا ليك بعد كده لما نيجي نتكلم على الاكسبريشنز. يعني دلوقتي هنتكلم عن ماس، هتكلم عن فانكشنز. الفانكشنز اول ما درسناها في حياتنا قالوا لنا اللي في حاجه اسمها فانكشن، في حاجه اسمها دومين وكو دومين، يعني المدى والمجال. حاجة function بعمل لها apply بيطلع لي function تانية مقابلة. يعني مثلا هنا ممكن احط اي رقم سالب موجب مكان الاكس، لكن القيمة اللي هتطلع الاكس اكيد هتطلع موجبة، عشان مفيش قيم سالبة بتطلع كنتيجة للتعويض باكس باكس سكوير. اكس سكوير بيبقى على طول positive، فبكتبها بالشكل ده، بعمل حاجة اسمها f of x بتساوي x سكوير. وممكن اعمل linear function زي ال g of x مثلا، او ال g of x بتساوي x زائد 3 مثلا. وقال لك بعد كده لو انت عايز تستعمل ال f x وال g x بتعوض رقم مكان ال x. فمثلا لو حطيت 5 مكان ال x هتلاقي بتساوي 25، حطيت 5 مكان ال x هنا هتلاقي بتساوي 8. بعد كده
قال لك الفانكشن ممكن ندخل عليها النتيجه بتاعت فانكشن تانيه. يعني اقول مثلا اف اوف جي اوف اكس، يعني ايه اف اوف جي اوف اكس؟ يعني انت هات الاكس عوض عليها في الفانكشن بتاعت الجي، وبعد كده النتيجه اللي هتطلع حطها كبارامتر للفانكشن بتاعت الاف. فمثلا لو جبت 5 حطيتها للجي، الجي بتقول لك ايه؟ الجي بتقول لك اجمع الخمسه 3 فبقت 8. ال8 دي لو حطيتها جوه الاف، الاف بتقول لك افكها ب 8 سكوير، فيطلع نتيجه 64. وكنت بكتبها كده عادي ومفيش اي حد كان زعلان، فبقول جي اوف اكس جوه الاف اوف اكس. وبرده كان ممكن اعمل كده، اقول الاف اوف اكس هي اللي هتبقى جوه جي اوف اكس، ودي معناها ان انت بتاخد اي بارامتر تابلاي عليه الفانكشن اللي هي اسمها اف دي، يطلع لك نتيجه، النتيجه دي كانها هي الانبوت بتاع الجي اوف اكس. ولو هعمل الكلام ده، ده معناه ان لو عندي فاريبل اكس هابلاي عليه الاف، فيبقى النتيجه عندي اكس سكوير، فالجي اوف اكس سكوير كاني هشيل الاكس واحط مكان اكس سكوير، فهيطلع لي فانكشن اسمها اكس سكوير زائد 3، اللي هي ممكن اعوض عليها مثلا لو عوضت برضو باف اوف 5 والنتيجه اوف جي. اف اوف 5 دي معناها 5 سكوير يعني 25، نابلاي عليها جي يعني اجمع عليها 3 فيبقى النتيجه 28. او اللي انا ابلاي في الفورميلا اللي انا شايفها اللي هنا، اللي هي ممكن تبقى 25 زائد 3 هتطلع 28. في المثل انا ممكن يبقى عندي فانكشن تانيه بتقسم الانبوت بتاعها على 2 ويطلع لي رقم، هنا الرقم بتاعي طالع ريل نمبر مش طالع لي رقم نيوميرك. وممكن اعمل برضو التشيننج اللي انا عملته قبل كده، واخلي اف اوف اكس بتتحسب يطلع منها جي اوف اكس يتحسب، والنتيجه دي تطلع كانها الانبوت بتاع الكي اوف اكس. ولو انا عايز اعوض بماثيماتيكال اكسبريشن للكلام ده، انا هعملها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهيطلع لي فورميلا بالشكل ده. او اللي انا هعملها ببساطه، اللي انا هقول ايه؟ اقول عوض عن الاكس هنا في الاف، بعد كده النتيجه اللي تطلع حطها كانبوت للجي، النتيجه اللي تطلع حطها كانبوت للكي. ولو هابلاي الكلام ده ممكن نعملها هنا بمثال بسيط، اللي انا هقول اف اوف 5 يعني 25، 25 هعمل لها اوف جي يعني حجم عليها 3 بقت 28، 28 هابلاي عليها الكي يعني هقسمها على 2 فبقت 14. وتغيير بسيط في التشيننج اللي بعمله ده، اللي احط الجي اوف اكس جوه الكي اوف اكس جوه الاف اوف اكس، هتلاقي فانكشن جديدة خالص تطلع لك ونتيجة تطلع لك بشكل مختلف. ده اللي أنا درسته في الماثيماتكس زمان. برضو أنت درست نوتيشن تانية بتقول لك إن الإف دي ممكن تشيلها وتحط القيمة بتاعتها. يعني مثلا أجي هنا مثلا أنا قايل إف أوف 25، أنا عارف إن الإف هي إكس سكوير، ممكن أكتب الإف أوف 5 دي بالشكل ده، أقول إكس سكوير أوف 5. دي مش معناها إكس سكوير مضروبة في 5، معناها إن أنا كاني بابلاي الاف هنا اللي انا شلتها وحطيتها اكس سكوير على الخمسه، فهات الخمسه عوض عليها هنا يطلع لي 25. وهنا جي بقول هنا اكس زائد 3 اوف 5، يعني ايه؟ يعني هات الخمسه دي عوض عليها في الحته دي فيطلع لك الكلام ده. وبرده لو في تشيننج للفانكشنز، انا لو شلت الاف وحطيت مكانها اكس سكوير، يبقى دي معناها عوض على الجي اوف اكس في الحته دي فهيطلع لك النتيجه. يعني ده معناه هات اكس سكوير وهات اكس زائد 3 عوض بالخمسه في الاكس زائد 3 والنتيجه عوض عليها في الاكس سكوير هيطلع لك النتيجه دي. ده برضو نوتيشن كنت خدناه زمان. والنوتيشن ببساطه تاني، اللي انا زي ما في اف هنا انا باخد الديفينيشن بتاعها واحطه، زي ما في جي هنا انا باخد الديفينيشن بتاعها واحطه. المهم بس انت تخلي بالك من الاقواس زي ما انا عامل كده، عشان الاقواس اكيد هتفرق، عشان انا محتاج ابلاي الخمسه دي على الفانكشن دي، والنتيجه اللي تطلع هعمل لها ابلاي على الفانكشن اللي قبليه، وهكذا. انا ممكن اعمل الجي اوف اكس والاف اوف اكس زي ما انت شايف، واعمل لها النوتيشن بالشكل ده، وبرده ممكن اكمل بالشكل ده. اهم حاجه تعرف ان النوتيشن ده معناه ايه؟ مش معناه ان انا بضرب اكس سكوير في 5 او ان القوس ده بضربه في الاكس ده، لا، اللي بعمله ان انا بعوض بده هنا، وعوض بالنتيجه هنا هنا، وعوض بالنتيجه دي هنا. ده نوتيشن عشان اكتب الفانكشن واكتب ازاي هابلاي البارامترز بتاعتي في الفانكشن. الموضوع ده مهم جدا جدا، وعشان كده انا قعدت اتكلم فيه في 2 سلايدز وبشرحه، رغم ان انت عارف الكلام ده، بس انت دلوقتي عارف. بس تعالى بقى لما ادخلك في البروجرامينج ونفكر ونخلي البرمجه بتاعتنا معموله بالشكل ده، هتلاقي لنفسك ايه هو اللي بيحصل، ايه الحاجات دي، انا مش فاهم ليه. لا، ارجع للرياضه، واللي انت كنت بتعمله في الرياضة هتعمله في البروجرامينج دلوقتي. الفانكشنال بروجرامينج لو
بتفكر فيها كده، ما هي فانكشنز، الفانكشنز بتاعت الماس اللي انت كنت تاخدها زمان هي الفانكشن اللي هنعمل بيها البروجرامنج دلوقتي. لو انا جيت وقلت لك عايزين نعمل الفانكشن دي اللي احنا لسه شايفينها من شويه، اف اوف كي وكي اوف جي وجي اوف اكس بالشكل المتداخل ده، حيث الاف هي عباره عن اكس سكوير والكي هي اكس على 2 والجي هي اكس زائد 3. انا عايزك تعمل التشين ده في شكل فانكشن او في شكل بروجرام. فخلينا نفكر بشكل امبيراتيف. الامبيراتيف بيقول لك اعملها عادي، تعملها كانك بتقول للكمبيوتر الهاو اللي انت عايز تعمله، انت عايز تعملها ازاي. فبقول له انا لو عايز اعمل فانكشن اسمها فو بتمثل التداخل ما بين الثلاثه فانكشن دي، هبعت لها اكس، وبعد كده انا هنا بابلاي الاكس خلاص على فانكشن اسمها جي، يعني جي بتابلاي على الاكس دي. فالجي بتقول لك ايه، بتروح اكس زائد 3 خلاص، يبقى انا هاخد الفاريبل بتاع اكس ده هجمع عليه 3 هحط النتيجه في فاريبل اسمه جي. والجي دي تعتبر هي بارامتر لفانكشن تانية اسمها كي، فانا ابلاي الفانكشن اللي اسمها كي على اللي طلع من الجي، فالجي ده بعمل لها ابلاي على الكي، واخد بالي ان الكي هي بتودي لكسور، فعشان كده انا هعمل هنا الفاريبل بتاعي دبل عشان هي فيها كسر، عشان ممكن امسك الحاجه اقسمها على الاثنين والرقم ده ما يبقاش ايفن فيبقى فيه حاجه ونص مثلا. فبعمل الكلام ده، فالنتيجه بتاعت الجي هقسمها على الاثنين هيطلع لي كي. برضو النتيجه بتاعت الكي انا عايز اعمل عليها ابلاي بالفانكشن اللي اسمها اف، والاف هي عباره عن اكس سكوير، فانا عامل اكس سكوير عن طريق ان انا بعوض بكي في كي. طب ايه الكي دي؟ النتيجه بتاعت ابلاينج الكي على النتيجه اللي جواها. وايه الجي دي؟ النتيجه بتاعت ابلاينج الجي فانكشن على الاكس اللي جواها. طلعت عندي النتيجه في الاخر اف، بعمل ريتيرن للاف، شكرا كده انا عملت امبلمنتيشن للامبيراتيف بالشكل ده. انا بوصف للكمبيوتر ازاي يعمل التداخل ما بين الفانكشنز. طب لو انا رحت اللغه زي مثلا اللغه بتاعت الميتا لانجوج اللي هي اختصارها ام ال او ساعات بيختصروها اس ام ال، وكتبت الفانكشن ده او فكتبت الشكل ده باللغه اللي هي تعتبر فانكشنال بروجرام، الفانكشن بروجرامنج بيقول لك اعملها بالشكل اللي انت شايفه على ايدك اليمين. انا هعرف فانكشن، الفانكشن دي بتاخد اكس وترجع لي اكس في اكس، ده معنى اللي انت هكاتبينه هنا. وهعمل فانكشن تانية اسمها كي بتاخد الاكس وترجع لي اكس على الاثنين، ده معنى اللي احنا كاتبينه هنا. وهعمل فانكشن تانية اسمها جي هي عبارة عن اكس بتجمع ليها 3، وهو ده الديفينيشن بتاع الجي. عملت الكلام ده انا هعمل فانكشن تانية اسمها فو، الفانكشن دي بتاخد اكس وتابلاي عليها وتابلاي الجي عليها، والنتيجه تابلايها على الكي والنتيجه تابلايها على الاف. كده يبقى انت عرفت الفانكشنز اللي عندك، انت قلت له الوات مش الهاو، انت قلت له انت عايز ايه. خلاص انت هنا كنت بتديكلير ايه هي الديفينيشنز بتاعتك، كانك بتمسك الكلام اللي هو مكتوب ده وبتعرفه هنا. وفي الاخر قلت له برنت فو، ففو وقف 5 هتعمل لك كولينج للديفينيشن بتاع الفو اللي هو هيستدعي كولينج للديفينيشن بتاع الاف والكي والجي ويطلع لك بالشكل ده. ده ابسط مثال ممكن ابتديه معاك في موضوع الفانكشنال بروجرامنج. الام ال لانجوج، الام ال لانجوج اللي احنا هنستخدمها هنا ليها برضو سينتاكس تاني غير السينتاكس اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو فانكشن اوف اف. خلينا نشوف لو هكتب نفس البرنامج بالسينتاكس التاني ده، السينتاكس التاني بتاع الام ال في كتابه الفانكشنز. هنا عمل ايه؟ هنا عمل فانكشن ديفينيشن بالشكل اللي انت شايفه، كتب اختصار ليها اف ان، اف ان دي كي وورد في الام ال، بتقول لك الاكس لو جالك حولها ل لاكس في اكس، الار ده علامه يعني ده الانبوت وده اللي يتحول، ده هنا الاكس تتحول لكده، الاكس تحول لكده. وبما ان دي فانكشن والفانكشن تعتبر فاليو عندك في الفانكشنال بروجرامنج، يعني زيها زي البريمتيف تايبس، زي الواحد والاثنين والثلاثه والهالو والاحمد وكل الكلام اللي احنا كنا بنستخدمه، فدي نفسها هعمل لها اساينمنت في فاريبل هسميه اف، ودي نفسها هعمل لها اساينمنت في فاريبل هسميه كي، ودي نفسها هعمل لها اساينمنت في فاريبل هسميه جي، ودي نفسها برضه تعتبر فاليو هعمل لها
assignment في variable اسمه foo، وبرضو هنادي على الفو بالفاليو بتاعت 5، فهنشوف النتيجة اللي هتطلع لي هي مكافأة للنتيجة اللي فاتت اللي حصلت قبل كده. فده يعتبر شورت هاند او اختصار للي انا بعمله هنا. انا هنا بعرفها في شكل functions، وباخد ال functions دي بعمل لها assignment ل values او variables لو عايز سميها. هنا ما بيسموش variable، بيسموا value احسن. variable بتوحي لل variable ده قيمته تتغير، لكن value بتوحي للقيمة دي ثابتة، هو just value انا باخدها زي اي value تانية. فعشان كده هو في ال functional programming على طول بتلاقي اسماء ال variable بيسموها، او keyword اللي بتعرف variable بيسموها val، او تلاقي لغة مثلا تقول لك let L-E-T، دي تعتبر ال keywords بتاعتهم عشان تعرف variable. ف anyway هنا انا هنا عرفت اربع values، مش هقول عليهم variables، اربع values ومعايا اسمائهم كده، واقدر اناديهم بالشكل اللي انا بعمله. سواء كتبتها بالشكل ده او بالشكل ده الاريح لك هتشتغل بيه، والحاجه اللي هتبقى فاهمها هتلاقيها نفسك ايه هي اللي بتعوض. ممكن حد يفكر كده يقول طب ما احنا ما عملناش حاجه، انت بتضحك علينا. طب ما انا كان ممكن برضو اعمل الكلام ده هنا، يعني كان ممكن اكتب البرنامج الامبيرتيف ده بالشكل اللي احنا كتبته ده، هعمل لك فانكشن اسمها اف وفانكشن اسمها كي وفانكشن اسمها جي، وهي سطر واحد برضو جميل زي السطور دي. صحيح هو فربوز وفي اقواس ومش عارف ايه وبتاع، ومش شكله شيك وكومباكت زي ده، بس اهي بتعرف نفس الفكره. انا عملتها اف وكي وجي، وفي الاخر عملت لك الفو اللي هي عباره عن تداخل الحاجات دي مع بعضها. فهل كده انا بقيت فانكشنال؟ طب انا هنا عرفت لك الوات، ما عرفت لكش الهاو. اصبر شويه، ده مثال توضيحي في الاول خالص عشان يبين لك الفرق ما بين اللي هنا واللي هنا. انت هنا ممكن تكتبها بالشكل ده او تكتبها بالشكل اللي انت كنت تكتبها ده، بس هنا انت ما عندكش غير شكل واحد بس اللي تكتب بيه، اللي هو الشكل الفانكشنال اللي انت شايفه. وواحده واحده هتلاقي لما ما بقاش قدامك غير الشكل ده اللي بتكتب بيه، الطريقه اللي بتفكر بيها والبرنامج شكله بتلاقيه بيتغير عشان يبقى كومبلاينت مع الشكل اللي احنا شغالين بيه هنا. تعال ناخد مثال تاني ونصعبه شويه. انا هنا عايز اعمل برنامج بيجمع، بيمسك رقمين x و y ويجمعهم على بعض، يعني الفانكشن فانكشن تاخد x و y وتمسك ترجع لك النتيجه بتاعتها x زائد y. البرنامج ده طبعا شكله بسيط جدا وعبيط جدا، وممكن اعمله بامبيرتيف بروجرام زي ما انت شايف. اقول انا عندي فاليو، عندي فانكشن اسمها add، بتاخد اتنين values x و y، وبعد كده تجمعه وتحط النتيجه في r، وهو ده النتيجه بتاعتك. فلو عايز تجمع 5 و9 هتبقى جمعهم بالفانكشن دي فهيطلع لك 14. تعال بقى نشوف احنا هنعمل الكلام ده ازاي بشكل فانكشنال. انا هنا هعرف فانكشن تاخد فاريبل اسمه x وترجع لي فانكشن تانيه، الفانكشن التانيه تاخد فاريبل اسمه y، والفانكشن الثانيه هي عشان هي كلوجر وعشان هي جوه الديفينيشن بتاع الفانكشن الاولانيه اللي عرفتها، فتعرف تاكسس الفاريبل الاكسترنال بتاع اوتر فاليو بتاعها اللي هو الاكس كبارامتر للاوتر فانكشن بتاعها. يعني كانك عندك فانكشن كبيره اسمها اكس بترجع فانكشن صغيره، والفانكشن الصغيره دي بتاخد بارامتر واي، الواي ده بيتجمع على البارامتر بتاع الفانكشن الاولانيه عشان يرجع لك الريزلت. فشكلها زي ما انت شايف بالظبط، فانكشن اوف اكس والريتيرن فاليو بتاعتها انذر فانكشن. يعني هنا انا ما عملتش فانكشن بتاخد اكس وواي، لا انا عامل فانكشن بتاخد اكس وترجع لك فانكشن بتاخد الواي كبارامتر. والموضوع ده انا قصده هنا عشان اوضح لك ان الاكس ده هو الانبوت الاولاني بتاعك، بس الريتيرن فاليو بتاعتك هي فانكشن. الريتيرن فاليو بتاعتك هي مش النتيجه بتاعت مجموع اكس زائد واي، عشان الواي لسه ما جاتش. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو جيت كده ناديت الفانكشن اللي انا بقول لك عليها دي اللي هي مسميها اد، واديت لها 5، هي هترجع لي ايه لما انا اقول اد في 5؟ دي هترجع لي ايه؟ دي هترجع لك فانكشن تقدر تجمع لك على اي فانكشن على اي انبوت بارامتر ليها 5.
يعني فكر معايا كده، لو قلت ادو في خمسة، ادو في خمسة دي هترجع لك الحتة دي، الحتة دي هتبقى ايه؟ هتبقى فانكشن، عوض كده بالاكس بخمسة، هتبقى فانكشن تاخد واي وترجع خمسة زائد واي. يعني اد 5 ده بقى عبارة عن كده، عبارة عن الواي بتروح لخمسة زائد واي. فعشان كده انا خدت اد خمسة دي اللي هي الفانكشن اللي رجعت لي من اد خمسة، عرفتها كنيو فاريبل او كنيو فاليو اسمها اد 5. لو ناديت بقى اد 5 دي بأي رقم، عملت اد 5 واديت لها واحد، هتروح جامعة على الواحد ده خمسة، اديت لها تسعة هتجمع على التسعة دي خمسة. فبالتالي انا ممكن انادي الكود اللي فوق ده بالشكل ده او بالشكل ده، اللي انا اقول اد 5 اوف 9. فكأن الفانكشن اللي انا ماسكها اللي هي اسمها اد 5 دي بقول لها خدي 9، فالاد 5 تاخد التسعة وتجمع عليها خمسة. طب جمعت عليها خمسة ليه؟ عشان اد 5 دي لما اتنادت هنا في السطر ده هي اللي عملته، اللي هي رجعت لك فانكشن الاكس بيها بقى مش رقم اكس، لا الاكس بيها متعوض فيه بخمسة، فبقت اد 5 دي معناها ايه؟ معناها اف اوف واي بتساوي خمسة زائد واي. يعني بدل ما هي مكتوبة اد خمسة بالشكل ده، انت ممكن تعيد كتابتها بالشكل ده كأني عوضت هنا بخمسة، فيبقى النتيجة ان اد 5 دي عبارة عن فانكشن اوف واي بتروح لخمسة زائد واي. طب ليه حصل الكلام ده؟ حصل تاني، انا بعيد وازيد الموضوع ده اكتر من مرة عشان كمان شوية الموضوع هتلاقيه بيوسع. كأني مسكت الخمسة دي ناديت بيها الفانكشن بتاعت اد، فرجعت لي التعويض بتاعها كأنك حط الخمسة دي هنا، فيبقى هنا رجعت لك واي بتروح لخمسة زائد واي. بقى عندك اد 5 هي فانكشن بتاخد رقم وترجع رقم، فبناديها بتسعة هيرجع لي خمسة زائد تسعة. طب فهمنا الحتة دي، ايه بقى السطر ده؟ السطر ده كأني بدل ما اعمل اد 5 دي كأني بقول لك اد 5 اللي هي دي اللي انا كنت معرفها قبل كده، حاططها ما بين قوسين عشان دي كأنها بترجع لي فانكشن، وبعد كده الفانكشن اللي رجعت لي منها بابلايها على التسعة، فكأني بعمل التسعة على الفانكشن اللي راجع من اد خمسة، فينتج في الآخر عندي ايه؟ عندي 14. تعال نوسع الدنيا على نفسنا كده وناخدها واحدة واحدة. انا هنا بعمل اد وبعمل اد 5، واد 5 هي النتيجة بتاعة substitution بتاع خمسة في الديفينيشن هنا، فبيرجع لي اكس، بيرجع لي اكس بتتشال وتحط مكانها خمسة، فتبقى واي بتساوي خمسة زائد واي. طيب نرجع شوية بالنوتيشن اللي احنا كنا عندنا، احنا من شوية كده كنا شفنا نوتيشن اللي انا بقدر اعوض بالاف بحط مكانها الديفينيشن بتاعها. فاكر لما كنا بنقول اف اوف خمسة شلت الاف وحطيت اكس سكوير وسبت الخمسة؟ هعمل هنا برضو نفس الحكاية، انا هشيل كلمة اد اللي انت شايفها قدامك وهعوض معاك مكانها بالديفينيشن بتاعها، فهتبقى مكان اد، بص اللي هيحصل، هحط مكان اد الديفينيشن بتاعها اللي فوق، وده نفس اللي انت عملته لما كنت بعمل مراجعة الماثيماتكس اللي احنا كنا اشتغلنا عليها في اول المحاضرة، اللي انا لما كنت بشيل لك الاف واحط مكانها البارامترز بتاعتها. ده برضو valid وتقدر تكتبه كسينتاكس valid في الام ال او في الفانكشنال بروجرامينج. برضو الفانكشنال بروجرامينج بيقول لك الاقواس دي ملهاش معنى، حط قوس وقوس وقوس وبتاع وكذا. انا نفسي اقدر كفانكشنال بروجرامينج اللي انا اعمل انفيرنس للاقواس دي، انا اقدر استنتج لوحدي ان الاقواس دي انت قاصد بيها اللي انت تعمل ايه بالظبط، عشان هي اصلا كفانكشنال بروجرامينج هي مقيده، هي مديالك حاجات يعني ليميتد، فما عندكش مجال اللي انت تبوظ او تعمل حاجات مختلفه. ففي المعتاد بيقول لك انت ممكن تستغنى عن الاقواس دي، وبدل ما يبقى شكلها اجلي بالشكل اللي انت شايفه ده انت ممكن تخليها بالشكل الجميل ده، تود اد 5 على 9. فده معناه ايه؟ معناه اللي انت كانك بتقول الخمسه حطها في قوس قوسين كده عشان تنادي بيها الاد، والنتيجه بتاعت اد في 5 حطها في قوس عشان تنادي بيها التسعه. فممكن اتخلى عن الاقواس بسهوله
عشان ايه الدنيا تبقى شكلها الطف، فطبعا كده شكلها الطف ومفهوم للناس. بس انت لازم تبقى فاهم ان الاد خمسة اوكتيفا دي كانت اصلها ايه. اد خمسة اوكتيفا دي معناها ان انا بنادي اد على خمسة يرجع لك فانكشن، الفانكشن دي تنادي عليها تسعة فيرجع لك النتيجة. هي مش بس بالسهولة دي، لا، هي في علم تحتيها عشان تعرف توصل للشكل البسيط اللي انت شايفه ده. والعلم ده ببساطة اللي انا بجيب الاد نفسها، ممكن اعوض بالديفينيشن بتاعها، وممكن اعمل سبستيتيوشن، يعني بالشكل اللي انت شايفه ده عوض عن الخمسة دي هنا. لو انت عوضت عن الخمسة دي هنا ايه اللي هيحصل؟ لما اعوض عن الخمسة دي هنا يبقى كأني بشيل الاف اوف اكس واحط هنا مكان كل اكس في الديفينيشن خمسة، فيصبح الخمسة اللي عندي دي تتعوض عليها هنا بالشكل ده. بدل ما كان عندي قبل كده الفانكشن دي كديفينيشن، وبعد كده متعرف هنا خمسة، خمسة دي بدخلها هنا، انا عملت حاجة بسيطة، قلت هو الكلام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فانكشن اوف اكس، طب فين الاكس هنا؟ هي الخمسة، ده الريتيرن فاليو من الفانكشن دي. طب ما خلاص، طب ما اسقط الحتة دي وعوض عن الخمسة في الفانكشن بتاعها. فلما اعمل كده هيطلع عندك النتيجة دي اللي هي دلوقتي بقت مفهومة ليك، اللي ده الريتيرن فاليو من الحتة دي. اللي انا بعمله ده مهم جدا، فعشان كده انا بستريس عليه كتير. اللي انا بعمله ده معناه ان لو عندك فانكشن زي الاد، شيل الاد دي وبعد كده حط مكانها الديفينيشن بتاعها. بعد كده امسك الديفينيشن بتاعه، عوض عن كل قيمة هتابلاي عليها هنا بالرقم الكونستانت اللي عندك، وبعد ما تعوض فيها تشيل الحتة دي. ليه بشيل الحتة بتاعت الفانكشن؟ عشان دي التعريف نفسه بيقول لك يجي لك ايه احط ايه، فبيقول لك يجي لك اكس حط ده. طب خلاص جات لي الاكس بخمسة، فانا اكيد هشيل الجزء اللي اف ان اكس ده اللي بيروح واحط مكانه بس التعويض المباشر عن خمسة في الجنب اليمين من الديفينيشن بتاع الفانكشن، فيطلع الشكل ده. عايزك تبقى فاميليير جدا جدا مع الحته دي، عشان احنا قلنا ان احنا في حاجه اسمها اكسبريشن، خلاص، وفي حاجه تانية غير الاكسبريشن اللي انا باكسباند الاكسبريشن ده او بعمل سبستيتيوشن فيه عشان اقدر اوصل للنتيجه النهائيه. فهتلاقي بعد كده قاعدين بنعمل فانكشنز بالشكل ده، بمسك فانكشن افردها كده واعوض فيها، ولما اعوض فيها بسقط الجزء ده واستعيد عن كل variable اسمه x بالقيمة اللي هنا، فيصبح عندي النتيجة دي. طيب خلينا نعمل بروجرام مع بعض وننتقل اللي احنا ايه نجرب البرنامج ده ونشوف القوة بتاعت الفانكشنال بروجرام. الجزء ده انا حبيت اعمله لايف معاكم على واحد من الاونلاين اديتورز اللي بتسبورت اللي انت تكتب بالام ال لانجوج، وهنا ده يعتبر فاريانت منها اسمه اس ام ال لانجوج فور نيو جيرسي، ده نسخه او يعتبر فاريانت منها. فاريانت يعني ايه؟ يعني كانها لغه مشتقه من الام ال الاصليه اسمها اس ام ال فور نيو جيرسي. فهنستخدم الاديتور ده في اللي احنا ايه نكتب برنامج كده ونشوف الفانكشنال بروجرامنج تقدر تدينا ايه. ده شكل الاونلاين اديتور اللي عندنا. هنا بنكتب الكود بتاعنا، هنا بندوس اكسكيوت، ولما اعمل اكسكيوت بيطلع الناتج بتاعي يعني. خلينا نعمل مثال بسيط على فانكشن. انا هنا هعمل فانكشن هسميها تيست، هكتب اف ان وادي لها اي اسم، مثلا بتاخد وورد وبتمسك الوورد ده تقول لي هالو، وبعد كده كونكاتينيت على هالو الوورد بتاعتي، دي العلامه بتاعت الكونكاتينيشن في اللغه دي. انا ممكن بعد كده انادي الكلام ده اقول تيست مثلا اعملها هالو وورلد، خلاص. ممكن بعد كده ارن الكود ده كده فيطلع لي النتيجه بتاعتي هالو وورلد، ده النتيجه بتاعت البرنامج البسيط اللي انا عملته هنا. خليني اعمل برنامج اصعب من كده. انا هنا هعمل برنامج بياخد رقم ريل نمبر، رقم كسري، وبعد كده يحوله لسترينج عن طريق ميثود اسمها ريل دوت تو سترينج، وبعد كده يكون كاتنيت عليه قوس قبليه وقوس بعديه ويحط لي علامة الدولار، فعشان كده مسمي الفانكشن دي دولار. فدي كأنها بتاخد رقم وتروح محولاه لي
محولاه لسترينج، والسترينج ده يكون مكتوب فيها دولار وما بين قوسين القيمة بتاعتي. هعمل برضو فانكشن تانية بتمسك الرقم بتاعي اللي انا عايز احسب عليه وتضربه في ضريبة القيمة المضافة. يعني مثلا ممكن اقول function with tax، سميها with tax. function دي عبارة عن function بتاخد money وتمسك الموني دي تضربها 1.14% عشان ترجع لي القيمة الجديدة بتاعت الموني بتاعتي. يبقى دي function بتاخد رقم وتحوله لجملة، ودي function بتاخد رقم وتضربه في كسر بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طب لو عايز اعمل function من غير ما تاخد قيمة مضافة او بتجيب لي الفاليو زي ما هي، ممكن اروح اعرف function تانية اسميها without tax، برضه هي function بتاخد money ترجع الموني زي ما هو من غير اي تعريف. انا كده عرفت function تانية ما بتعملش حاجة غير بتاخد القيمة وترجعها لي زي ما هي. انا حر اعمل functions اللي انا عايز اعملها. طيب انا ممكن استغل الفانكشنز اللي انا عاملها دي، هستغلها ازاي؟ هستغلها باللي انا عايز اقول كده، انا عايز اعمل لوجيك، اللوجيك ده ياخد طريقة يعمل بيها فورماتنج للكلمة بتاعتي او للرقم بتاعي وياخد فيها كالكوليشن يعملها. بمعنى اللي انا مثلا هنا انا اخترت اللي الطريقه دي في الفورماتنج، اللي النتيجه لما تطلع لي تطلع لي كده قوس، وبعد كده يطلع لي مثلا كده، ويطلع لي ايه، يطلع لي الشكل ده. ده الطريقه اللي انا اخترتها هنا، انا قلت انا عايز اعمل البروجرام بتاعي بيشتغل بالشكل ده. ممكن واحد تاني يقول لا بص انا عايز البروجرام بتاعي مش عايز يحط كسور، يشيل الكسر ده من هنا. ممكن واحد يقول لك لا انا بص مش عايز الاقواس اللي انت حاططها لي دي، وانا عايز يطلع لي القيمه بالشكل اللي انا عامله ده. كل واحد حر يعمل البرنامج اللي هو عايزه. انا عامل برضو شكل تاني برضو غير الدولار عشان يبقى عندي منظرين، هسميه decimal only. ده برضو عبارة عن function بتاخد قيمة، وبعد كده تروح القيمة دي هقول اللي هي real number، بتمسكه تجيب الفلور بتاعه تمام، وبعد كده الفلور ده عايز اجيب الانت فاليو بتاعته احطها. طبعا الفلور هبقى انتجر، هخليها احولها لسترينج، وبعد كده هكونكاتينيت عليها ايه الدولار بتاعتي، هسميها كده دولار. ده الطريقه الثانيه اللي انا عايز افورمت بيها الداتا. مره انا عايز افورمت الداتا بشكل قوسين بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وعليهم علامه الدولار، ومره انا عايز اشيل الكسر اللي هي السنتس بتاعت الجمله بتاعت السنتس اللي هي الاجزاء من الدولار، واكتب جنبها كلمه دولارز على طول. دي طريقه ودي طريقه، وبرده دي كفورماتنج لو انا عايز اعمل فورماتنج، بس دي طريقه كحساب انا عايز احسبها مره بالضريبه مره من غير ضريبه. طب انا كده بقى عندي الاليمنتس الاساسيه اللي انا ممكن اعمل بيها برنامج. عندي فانكشنز، اتنين فانكشنز بيعملوا فورماتنج، واتنين فانكشنز بيعملوا كالكوليشن. انا ممكن اعمل حاجه كده، ممكن اقول انا هعمل فانكشن اسمها شو. فانكشن دي بتاخد فانكشن للفورماتنج، والفانكشن بتاعت الفورماتنج دي نفسها بترجع لي فانكشن للكالكوليشن. فانكشن بتاعت الكالكوليشن بقى دي نفسها اللي بيشتغل فيها او اللي بتعمله هي، اللي هي بتعبر عن فانكشن. الفانكشن دي بتابلاي الفورماتر اللي انا خدته، فورماتر اللي انا خدته، وبعد ما تابلاي الفورماتر ده بتابلايه على الكالكوليتور اللي انا عندي. ايه اللي انا عملته ده؟ انا عملت فانكشن بتاخد فورماتر وترجع لي فانكشن تانيه، الفانكشن التانية تاخد كالكوليتور. الكالكوليتور دي طريقة أعمل بيها الحساب بالتاكسس بقى من غير تاكسس بتاعي. الكالكوليتور ده عبارة بيرجع لي برضه فانكشن. الفانكشن دي بتاعت الكالكوليتور بتعمل إيه؟ بتاخد قيمة وتكالكوليت عليها. تمام؟ فبتاخد القيمة وتكالكوليت عليها. بعد ما تكالكوليت عليها
بتفرمطها بشكل معين وترجع لي النتيجه. طب يا ترى هنا الريتيرن فاليو هيبقى ايه؟ الريتيرن فاليو هيبقى ريتيرن فاليو من على الفورماتر، وانا بقول الفورماتر بطريقه عشان افورمات، فانا متوقع الريتيرن فاليو بتاعت حاجه زي كده هتبقى اكيد سترينج. طب الفانكشن نفسها بتاعت اكس بتاعتي عباره عن ايه؟ دي عباره بتاخد رقم، والرقم ده تابلايه على الكالكوليتور بتاعه، والكالكوليتور يطلع النتيجه ويحطها في الفورماتر ويطلع لي نتيجه في الاخر. ده شكل الشو اللي انا اللوجيك اللي انا بعملها. فانكشن بترجع فانكشن، والفانكشن بترجع فانكشن بتابلاي على رقم، وبعد كده بترجع لي سترينج بعد ما بتعمل فيها الكولينج لدي ودي. لو انا عملت ران للبرنامج بتاعي هلاقي النتيجه بتطلع لي الفانكشن ديفينيشنز زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنا هو عمل انفير للفانكشن دي، هي فانكشن بتاخد ايه بترجع ايه، وزي ما انت شايف هنا في بعض الفانكشنز بتاخد قيمه وترجع قيمه، وبعض الفانكشنز بتاخد فانكشن او تاخد قيمه وترجع فانكشن تاني. طب تعالى بقى اعرف زي ما كنت عامل at 5 كده، اعرف فانكشن تانيه هسميها with dollar. فانكشن دي هي عباره عن فانكشن تاخد value x وترجع لي الكول بتاع show of dollar مع الفاليو اكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشو نفسها لما انا اديلها دولار اللي هي الفانكشن اللي فوق هترجع لي كالكوليتور ياخد الاكس بتاعتي. طيب انا لما اقول له with dollar function of x show dollar يبقى ده بيرجع لي في الاكس دي الكالكوليتور. اكشن يعني ممكن بدل ما نسميها اكس خليها نسميها سي مثلا. يبقى فانكشن بتاخد بارامتر اسمه سي، وبعد كده تنادي بي الشو دولار اوف سي. فالشو دولار عملت الفورماتر، والفورماتر رجع لي الفانكشن دي. الفانكشن دي هتتغذى بايه؟ هتتغذى بالفاليو بتاعت سي اللي حطيتها هنا. طيب دلوقتي بقى معاك ويز دولار. ويز دولار دي محتاجه ايه؟ ويز دولار دلوقتي دي بقت شو فورماتر، بقى معاها الفورماتر بس معهاش الحاجه اللي هتكالكوليت، فانا ادي لها فانكشن للكالكوليشن. ممكن ادي لها فانكشن للكالكوليشن كده، اقول ويز دولار واقول لها ويز تاكس، بقى دلوقتي معاها الفانكشن بتاعت الكالكوليشن. طب لو اديتها الفانكشن بتاع الكالكوليتور ترجع لي ايه؟ ترجع لي فانكشن تاخد رقم تروح شغال. خلاص خلينا نجرب، اقول لها ويز تاكس 12 وبعد كده اشغل. لما اعمل كده هلاقيها بترجع لي فعلا 13.68 محطوطة ما بين قوسين ومحطوط جنبها علامة الدولار. طب أنا ممكن أغير أخليها with dollar without tax، ولو عملتها 12 بالشكل ده لو رنتها هلاقيها رجعت لي 12.0 محطوطة دولار ساين وبعد كده محطوطة ما بين قوسين. يبقى أنا قدرت أتحكم في الفورماتر عشان هي function معمول لها باسنج لل with dollar اللي هي another function معموله بالشكل ده. طب افرض انا عايز استغل الطريقه الثانيه بتاعت الفورماتنج بتاعت الديسيمال اونلي دي، تمام؟ انا ممكن اروح مغير كده، اخلي بدل دولار اخليها ديسيمال اونلي هنا، وبعد كده اروح مغير معامل الكلام ده. لو عملت running هلاقي بيطلع لي 13 دولار 12 دولار. ليه؟ عشان غيرت الطريقه دي. ممكن اميكس ما بينهم، يعني اخليها كده اعمل فانكشن تانية اسمها with dollar decimal خلاص، واكتب كده البرنامج بتاعي اقول with dollar decimal خلاص without tax، واروح اعملها بالشكل ده وران البروجرام بتاعي. هلاقي بيطلع لي هنا بالكسر، هنا من غير كسر، هنا حاطط لي انا هنا ما حطيتش الديسيمال اونلي، خلينا احط شو ديسيمال اونلي ورن. هنا بكسر هنا من غير كسر، هنا مطلع لي ب 12 دولار. وبرده اقدر اعملها على بالويز تاكس. هتلاحظ بقى ان البرنامج دلوقتي بقى مختلف عن الطريقه اللي انت كنت متعود عليها. انت هنا مش بتعرف variables، انت هنا بتعرف expressions. كل expression من الاكسبريشنز دي بيتفك باكسبريشن تاني كانها function بتوبريت على function. البرنامج بتاعك هو سيكونس من فانكشنز بتنادي بعضها، واصبحت انت بكل اريحيه تخلي فانكشن ترجع فانكشن، والفانكشن اللي راجعه تاخد فانكشن عشان ترجع لك فانكشن تابلاي عليها فاريبل
فيرجع لك النتيجه بتاعتك. الطريقه دي مختلفه، الطريقه دي تستاهل اللي هي تقول عليها بارادايم، بارادايم مختلف على البارادايم اللي انت كنت بتتعامل معاه قبل كده بالشكل امبيرتيف، بكل بقى الفاريانت بتاعته، سواء اوبجكت اورينتد ولا سواء بروسيدرال ولا سواء اي حاجه من الحاجات اللي انت اتعلمتها قبل كده. اذا انا ممكن الخص الحته بتاعت فانكشن وفانكشن 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 اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دي باللي انا بقول، لو انا عملت لك الشكل اللي انت شايفه قدامك، كتبت لك فانكشن اف اوف اكس 1 اوف اكس 2 لحد ما اعمل لك اكس ان بتساوي بادي، دي معناها كاني معرف فاليو بتاخد فانكشن او تاخد بارامتر يرجع لك فانكشن، الفانكشن دي بتاخد بارامتر ترجع لك فانكشن، والفانكشن دي تاخد بارامتر ترجع لك فانكشن، لحد ما توصل لفانكشن اخيره بتاخد بارامتر وترجع لك بادي. البادي ده عنده قابليه اللي هو يستغل كل البارامترز اللي فاتت دي عنده. يعني لما بكتب لك فانكشن اوف اف اكس 1 اكس 2 اكس 3 ما تعتبرش دول بارامترز، ما تعتبرش دول بارامترز هتعمل سبستيتيوشن فيهم في البادي على طول. طب ممكن تبص لها كده تقول اه والله ده هم حاطين هنا بتاع ان بارامتر، الان بارامتر هيستخدموا هنا، لا دول مش ان بارامترز، كل بارامترز من دول بيوبريت فبيرجع لك فانكشن تعرف تشتغل بيه. فده يديلك فلكسبيليتي اللي انت ممكن تاخد فانكشن مثلا بالتعريف ده اللي هو مثلا ياخد بتاع 10 بارامترز تعبي منهم ثلاثه الاولانيين ويرجع لك فانكشن تكمل بيهم السبعه اللي فاضلين بعدين حسب الفلو بتاع البرنامج بتاعك، زي ما عملنا من شويه. زي ما عملنا من شويه اللي احنا عملناه ايه؟ اللي احنا جينا هنا عندي فانكشن بتاخد فانكشن بتاخد فانكشن، ممكن اعرفها باللي اقول ايه؟ اقول الفاليو دي عباره عن اف اوف اكس بتاخد فورماتر وكالكوليتر واكس وبترجع لك فورماتر اوف كالكوليتر اوف اكس، فانا ممكن اكتبها كده بس انا ما اكتبهاش كده، كتبتها بالشكل ده ليه؟ عشان انا ممكن اخد الشو نفسها اللي انا لسه كنت عاملها وانادي عليها بارامتر واحد بس اللي هو بتاع دولار، فترجع لي فانكشن تاخد كالكوليتور اي كالكوليتور بقى، فاستغل الويز دولار نفسها في اللي انا يبقى ليها كذا فاريانت، ما بقاش مضطر لكل مره انادي الشو وابعت لها البارامترز الثلاثه بتاعتها اللي هي الفورماتر والكالكوليتر والاكس زي ما عملت في الاخر هنا مثلا. انا قلت شو ديسيمال اونلي وستاكس، لا انا هنا قدرت اختصر الديسيمال اونلي دي او قدرت اختصر الدولار او الديسيمال اونلي باللي انا ايه؟ باللي انا عوضت باول بارامتر عندي ورجعت فانكشن اقدر استغلها زي ما عملت في السطر ده والسطر ده. النقطه دي مهمه جدا جدا ليك وانت بتستوعب الفكره بتاعت الفانكشنال بروجرامنج، عشان بيها تقدر تعمل بارتشال اكسكيوشن اللي انت بيجي لك الفانكشن فيها بارامترز، اعتبر كل بارامترز من دول سنجل بارامتر لفانكشن بترجع لك، ممكن تستغل النكست بارامترز فور ليتي اكسكيوشن في اي خطوه تاني تستخدمها في البرنامج بتاعك. طب هنا احنا كده اتكلمنا على الاكسبريشنز ووضحناها واستوعبنا يعني ايه دلوقتي اكسبريشنز، فهمنا اللي الدنيا ماشيه بشكل اكسبريشنز. تعالى بقى نتكلم على الكونسبت الثاني في الفانكشن بروجرامنج اللي هو الريدكشنز. انا قلت لك ان الفانكشن بروجرامنج ما هي الا اكسبريشنز وريدكشنز. ريدكشن هي ريبليسمنت لللوبس، انا قلت لك مفيش لوبس عشان مفيش فاريبلز، خلاص اللي قدامك تستخدم الريكيرشن، وده اللي انا هعمله هنا. انا هنا هعرف ريكيرسيف اكسبريشن بياخد ان، ولو الان دي طلعت بصفر يرجع لي واحد، ولو ما طلعتش بصفر يرجع لي الان مضروبه في فاكتوريال ان اوف واحد، وفاكتوريال نفسها هو الاكسبريشن نفسه اللي انا معرفه بالشكل ده. فانا معرف اكسبريشن اسمه فاكتوريال بياخد بارامتر وبعد كده بيوبريت عليه بالشكل ده. فلو قلت فاكتوريال اوف 3 ده معناها اللي هو يعوض لي بالاكسبريشن ده في القيمه بتاعتي بتاعت الفاكتوريال ويطلع لي نتيجه 3. الموضوع ده يعني انا بقول لك هو 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 ريكيرجن، بس الناس بتوع الفانكشنال بارادايم مش بيسموه ريكيرجن، بيسموه سبستيتيوشن، بيسموه سبستيتيوشن. ليه؟ عشان هم اصلا ما عندهمش الكونسبت بتاع ريكيرس ومش ريكيرس وبتاع وكذا، لا هو بيفكر ان هي دي اكسبريشنز عاديه خالص زيها زي الاكسبريشنز بتاعت الرياضه،
انا هعوض بالاكسبريشن اللي انت شايفه الكبير اللي قدامك ده مكان كلمة فاكت اللي هنا. مش فاكت دي هي عبارة عن الكلام ده كله، فخلينا نعمل الكلام ده مع بعض. انا اللي هعمله ايه؟ انا هقول ان الفاكتوريال اللي قدامك ده هاخده كده بالكلمة من هنا لحد هنا، هحطها مكان كلمة فاكت دي، زي ما كنت بعمل فاكر في اف سكوير، ولما كانت اف سكوير اوف اكس مش شلت الاف سكوير وحطيت هنا اكس سكوير، انا برضو خليت التلاتة زي ما هي وحطيت ما بين القوسين بتوعي الديفينيشن بتاع الفاكت. فاصبح عندك اللي دي فانكشن وده البارامتر اللي بتاع اللي هيابلاي على الفانكشن دي، واحنا بنقول اللي ده هو بيقول لك الريكيرجن ولا حاجه، انا بعمل سبستيتيوشن فور ماثيماتيكال اكسبريشن، مش دي ثلاثه هتابلاي على هنا، عوض لي لو سمحت عن كل ان هنا بالثلاثه بتاعتها، فهتمسك الثلاثه دي تحطها مكان الان اللي هنا. بعد ما بتحط الثلاثه مكان الان بتطير الجزء بتاع اف اوف ان خلاص، وتحط هنا ثلاثه هنا وتحط ثلاثه هنا زي ما هيحصل قدامك دلوقتي. انا اللي بعمله ايه؟ عوضت عن الاف اوف ان بالشكل اللي انت شايفه ده اللي هو الديفينيشن بتاع الفانكشن، وبعد كده خدت الثلاثه اللي انت شايفها قدامك دخلتها جوه. طالما دخلت الثلاثه جوه معناها ايه؟ معناها اللي بشيل كلمه اف اوف ان اللي في الاول دي وبحط بقى الثلاثه في كل الاكسبريشن اللي بيليها. فحطيت الثلاثه هنا، شلت الان اللي هنا والان اللي هنا والان اللي هنا وعوضت عنهم بثلاثه، عشان كده شلت اف اوف ان. لما عملت سبستيتيوشن تعويض مباشر فبقت هل الثلاثة بتساوي صفر؟ زين واحد، إلس ثلاثة مضروبة في الفاكتوريال أوف ثلاثة ناقص واحد. هل الثلاثة بتساوي صفر؟ لا الثلاثة ما بتساويش صفر، يبقى أنا هسكيب دي، يبقى ده الإكسبريشن بتاعي، الإكسبريشن بتاعي هيبقى ثلاثة في فاكتوريال ثلاثة ناقص واحد اللي هي ثلاثة فاكتوريال اثنين. طب أعمل إيه؟ عندك فاكتوريال أوف اثنين، الفاكتوريال دي الديفينيشن بتاعها إزاي؟ الديفينيشن بتاعها أهو، هنشيل كلمة فاكت دي ونحط مكانها الكلام ده كله، ولما حطيت الكلام ده كله هو بيأبلاي على البارامتر اللي هو اسمه اتنين. عوض بالاتنين تعويض مباشر في القوس اللي جواه، وشيل الاف اوف ان وشيل كل الحاجات اللي هنا ليها علاقه بان وحط مكانها اتنين. عملت الكلام ده طلع لي هل الاف ان اف اتنين بتساوي صفر؟ زين واحد، else اتنين في فاكتوريال اوف اتنين ناقص واحد. الكلام طبعا الاتنين مش بيساوي صفر، فهاخد الجزء ده واحطه كده. حطيت الجزء ده بالشكل ده، ده معناه اتنين فاكتوريال اوف واحد. برضه شيل الفاكت اللي انت شايفها دي وحط قوسين وهات الديفينيشن بتاعها اللي احنا اخدينه من قبل كده، وبعد كده عوض بالواحد في الفانكشن ديفينيشن، هيطلع لك الاكسبريشن ده، يرجع لك الاكسبريشن ده تعوض فيه، يرجع لك الاكسبريشن اللي تعوض فيه، لحد ما تلاقي نفسك نازل للليترالز مضروبه في بعضها وترجع لك النتيجه. اذا الطريقه اللي بيكسكيوت بيها الفانكشنال بارادايم مش زي الطريقه اللي احنا كنا بندرسها بتاعت بقى اكتيفيشن ريكورد ومش عارف ايه وريكيرجن وبتاع. هو كانه لو عايز تمبلمنت فانكشنال بارادايم لانجويج اللي بتعمله انت بتعمل وسيله، بتعمل ماشين بتقدر تعمل سبستيتيوشن في الاكسبريشنز، بتمسك كل اكسبريشن تعوض فيه وتفضل سكسسفلي كده تفضل تعوض وتعوض وتعوض لحد ما تنتهي بالكلام اللي احنا شايفينه. خلينا نتفق على بعض النوتيشنز عشان بعد كده لما نيجي نتكلم نبقى بنريفير ليها. انا هنا هيبقى عندي نوتيشن اسمها ريدكس وريدكتم وبيتا رول. ريدكس دي اختصار لريديوسابل اكسبريشن، بتعوض عن اي اكسبريشن في الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بيبقى فانكشن اكس اوف بودي وارج. ليه انا مسميه ريديوسابل اكسبريشن؟ انا زي ما قلت لك بتمسك الارج، الارج تعوض عليها في القوس اللي قبليها وتشيل اف اوف اكس دي وتعوض على الارج في البودي، فيصبح عندك اكسبريشن تاني ريديوسابل عن الاكسبريشن اللي انت كنت شايفه قدامك، فعشان كده احنا بنسميه ريديوسابل اكسبريشن. يبقى اي اكسبريشن يتكتب في الوضع ده فانكشن مفكوكه بعديها ارجيومنت ده اسمه ريديوسابل اكسبريشن. ريدكتم ده معناها الاكسبريشن اللي بيطلع نتيجه تعويضك بالارج في البادي، ده بيسميه ريدكتم. البيتا رول ده الشكل اللي انت كنت شايفه الاكسبريشن ده بيروح للاكسبريشن ده، ده بيسميه بيتا رول، اللي بيبقى اكسبريشن قديم ريدكس قديم خلاص وتحول لريدكس تاني. طبعا ريدكس مضروب في اكسبريشن تاني، احنا شفنا لما حولنا في الحته دي قوس ده ما بقاش فيه ريدكس بس، بقى فيه ريدكس والريزلت بتاعت الاكسبانشن او الريدكشن اللي حصلت قبليها، فده اسمه البيتا رول.
ده النوتيشن اللي هنتكلم فيه واحنا بنشرح بعد كده. تعالى ناخد مثال تاني. المثال التاني ده انا مش هحله دلوقتي، انا هطلبه منك اللي انت تسيب المحاضرة وتروح تجرب المثال ده بالشكل ده على الاونلاين اديتور. ارجوك اعمل الكلام ده، مش هتفهم حاجة في السلايدز الجاية لو ما عملتش الكلام ده دلوقتي. لازم توقف وتجرب وتعمل الكلام ده كوبي بيست باللي انت شايفه قدامك. وبسألك لو انت عندك الديفينيشنز دي، يا ترى ايه القيمة اللي هتطلع لك من applying S على N على M على السترينج دي؟ هي ال S عبارة عن ايه؟ S عبارة عن function بتاخد parameter وترجع function، تاخد parameter ترجع function، تاخد parameter ترجع لك ال expansion ده منها. والاكسبانشن ده هو عباره عن الفانكشن الاولانيه ابلايد على البارامتر الاخير، والنتيجه بتاعته رجعت فانكشن. تابلاي على النتيجه بتاعت ابلاينج الفانكشن الثانيه على البارامتر الاخير، فيطلع لك النتيجه اللي انت شايفها قدامك. عايزك بقى تمسك الـ المثال ده وتفنده كده وتفهمه وتقعد تغير فيه لحد ما تحس كده اللي انت فاهم وبتعرف تلعب فيه كده، ايه زي كأنه لعبة خلاص، وتغير هنا وتغير هنا وتغير هنا، مفيش حاجة هتضرب خلاص، وتشوف انت مستوعب الكلام ده ولا لا. اللقطة اللي انت تحس اللي انت مستوعب المثال ده ارجع تاني شغل المحاضرة. لو حسيت اللي انت مش فاهم يبقى مش هتعرف فاهم حاجة في بقية المحاضرة دي. أرجو إن أنت تكون سمعت الكلام وجربت المثال بتاعي، وبقول لك خش على المثال اللي بعده اللي هو أنا مغير في حتة صغيرة في المثال اللي فات وعامل التالي. أنا بدل ما كنت بعمل S of N of M، لا أنا هنا هعمل لك S of K of K، وبقول لك S of K of K بتتعمل بتتنادى على على علامة النجمة اللي موجودة، وبقول لك بقى جرب لي كده ال S of K of K وشوف النتيجة اللي بتطلع لك تطلع ايه، وهتستغرب جدا جدا من النتيجه اللي بتطلع. وبعد ما تستغرب ابتدي بقى راجع نفسك وشوف هو ليه حصل اس اوف كي اوف كي بالشكل اللي انت شايفه قدامك. ده التوضيح بتاع اس اوف كي اوف كي ازاي حصل لها الشكل الغريب اللي حصل، اللي هو في الاخر رجع لك القيمة بتاعت النجمة اللي انت بعتها لها. الكي هي عبارة عن function بتاخد function وfunction وترجع لك function تانية، يعني هي بتهمل الفانكشن الاولانية الفانكشن اللي اتنادت دي وبترجع لك القيمة اللي رجعت لك قبليها. ال S of B of Q of R زي ما قلت لك قبل كده بتاخد function وfunction وقيمة، وبعد كده القيمه دي بتابلاي على الفانكشن دي والقيمه دي بتابلاي على الفانكشن دي، والنتيجه بتاعت ابلاينج ال ار على البي بترجع فانكشن. الفانكشن دي بتاخد البارامتر اللي بيقدر يشتغل يرجع من الابلاينج بتاع الار على الكيو. وهنا الاي هي النجمه اللي انا كنت حاططها لك كبارامتر هنا. تعالى من غير ما نفهم اي حاجه، طبعا قعدنا جربنا الكلام ده من شويه وجربناها على الاونلاين اديتور، نعمل تعويض مباشر. انا اللي هعمله ايه؟ انا اللي هعمله اللي انا هقول انا عايز S of K of K of A، وده يعتبر Redux. فبما انه انا عايز احوله Redux همسك ال S واحط مكانها ال definition بتاعها. وانا اتعلمت من شوية ان S of B of Q of R دي مش معناها ثلاثة parameters بيتعوض عليهم، لا دي معناها first single parameter بيرجع لي function، الفانكشن دي بابلاي عليها بالنكست سنجل بارامتر بترجع لي فانكشن، بابلاي عليها بالثيرد بارامتر بترجع لي فانكشن. فهي عباره عن كان فانكشن او بي ترجع لك فانكشن، تابلاي عليها كيو ترجع لك فانكشن، تابلاي عليها الار ترجع لك البادي اللي بيحصل لك في الاخر. فانا هنا عندي ريدكس محترم زي ما انت شايف. الريدكس ده خلينا نعوض فيه. انا عايز اعوض في الريدكس ده بايه؟ عايز اعوض في الريدكس ده بالكي، الكي الاولانيه اللي معاك دي. فعوض بالريدكس ده بالكي الاولانيه. لما اخد الكي دي اعوض عليها هنا، انا طبعا بطير البي وبعوض عن كل بي في البادي مكانها كي.
فهنا البي طيرتها وحطيت كي مكان كل بي، وهنا ما كانش عندي غير بي واحدة، فبقى أصبح عندي الريدكس ده. ده ريدكس برضو، فهعوض فيه بالفاليو بتاعت الكي التانية. لما اعوض بالفاليو بتاعت الكي ده معناها ان انا بشيل الكيو دي هنا، وبعوض عن كل كيو في الاكسبريشن بتاعها بالكي. فعملت كده فطلعت لي الفانكشن دي، وده يعتبر برضو ريدكس. ليه؟ عشان هو reducible expression بيابلاي على value. طالما اللي هو كده يبقى ده معناه ان انا ممكن اخد ال a واحطها هنا مكان كل r، واطير ال definition بتاع function of r، فيصبح عندي النتيجة بتاعتي k a بتابلاي على k a. وبما ان دي k وانا عندي k ده يعتبر expression، وال k بتاخد اتنين parameters، parameter اولاني يرجع لي function، البارامتر التاني يعتبر فانكشن بتوبريت عشان ترجع لي الاكس. يعني ممكن اكتب الكي اللي هي مكتوبه بالشكل البسيط ده بالشكل اللي احنا شايفينه، فاصبح عندي اللي انت شايفه ده يعتبر الريديوسابل اكسبريشن بتاع الكي، وده بعديه الاي اوف كي اوف واحد. طبعا عندي الشكل ده، انا ممكن اعمل سمبليفاي دي عن طريق اللي انا بعوض بالاي في الاكسبريشن بتاعي اللي هنا، فهشيل كل اكس في الاكسبريشن ده واحط مكانها ايه. فلما شلت كل اكس وحطيت مكانها ايه، طلع عندي فانكشن بتاخد واي وترجع لي ايه، فانكشن بتاخد واي وترجع لي ايه. ده نتيجة ايه؟ نتيجة تعويضي. هنا انا شلت الاكس وحطيت مكانها ايه، فهي اصبح عندي فانكشن بتاخد واي وترجع لي ايه. طب الفانكشن دي بتابلاي على ايه؟ بتابلاي على كي ايه مع بعض، الاتنين مع بعض. يعني انا لو خدت الكي ايه دي وعوضت عنها تعويض مباشر في الاكسبريشن ده، فشلت كل واي هنا في الحته دي وحطيت مكانها كي اي، النتيجه اتحطت. بس الظريف في الموضوع اللي ما فيش اصلا واي، الواي على طول بتروح لكونستنت فاليو اسمها ايه، يعني لو حطيت هنا عفريت ولا تفرق معاك في حاجه، هيطلع لك الاي برضه، فعشان كده النتيجه بتاعتي طلعت الاي. فده يفسر ليه طلعت لك نجمه هي اللي مطبوعه كنتيجه للاكسبريشن بتاع كل الحاجات اللي احنا عملناها في المثال اللي فات. يلا بينا نجرب المثال ده. المثال ده بقول لك فيه function اسمها r بتاخد x، والاكسبانشن بتاعها r of r of x. يعني هنا بابلاي الفانكشن بتاعتي مرتين على x، باخد الفانكشن اعملها ابلاي واعمل الفانكشن اعملها ابلاي تاني. هو ده كان ينفع؟ اه ينفع. افرض انت بتقول f square of f square، فالنتيجه بتاعتك هتابلايها مرتين. خد بالك من حاجه، الفانكشن دي هتدايفيرج. يعني ايه؟ يعني انت كل ما تحاول تجيب الاكسبريشن بتاعك الاكس عايز تفكه، هتلاقي عشان تفكه لازم تنادي الار تاني، فالار تتفك بلاقي تنادي ار تانية، فالار تتفك بلاقي تنادي ار تالتة، وهكذا. فتلاقي اللي فيه دايفيرجنس بيحصل عندك. يعني ايه دايفيرج؟ يعني عمر الاكسبريشن ده ما هينتهي ويطلع لك على طول النتيجة بتاعته undefined. صحيح الاونلاين اديتور مش هيطلع لك حاجه، هتلاقيه مطلع لك ابيض كده مش هيقول لك حاجه، بس هنا لما تلاقي اكسبريشن بالشكل ده تعرف الاكسبريشن ده undefined expression، عشان ده هيدايفيرج. يعني ايه ده هيدايفيرج؟ يعني مش هيوصل لنتيجه نتيجه ثابته، هو كل شويه هتلاقيه بيكبر معاك. الار تعوض عنها تلاقي ار ثانيه طلعت، تلاقي عوض عنها تلاقي ار ثالثه طلعت، فتلاقي ار بتطلع ار بتطلع ار بتطلع ار الى ما لا نهايه. طب تعالى ناخد مثال تاني، والمثال ده هيوضح لنا بعض الأسئلة اللي ممكن نسألها لنفسنا في الترتيب بتاع الـ evaluation. يا ترى لو أنا عندي المثال اللي أنت شايفه قدامك k x of y k x of y بترجع لك x r of z، هو divergent expression بيديفيرج وملوش حل. u بتشوف لك لو الرقم بتاعك صفر هترجع لك واحد، وإلا هترجع لك الـ u. وبعد كده successor دي حاجة function بتجمع واحد على على ال value اللي انت مديها لها. لو قلت لك بقى اللي انا عايز احسب الكلام ده على ال expression اللي انت شايفه قدامك، k اللي هي الاولانية بت apply على دي اللي هي بتستاند for ال x الاولانية، وده بيستاند for ال y اللي بعديها. ترى ال expression ده لما اجي اعمله انا هبتدي من هنا ولا ابتدي من هنا ولا ابتدي من هنا؟ لو انا هبتدي من هنا هفك لحد جوه ولا هفك من بره؟ انا الترتيب بتاعي عشان اعمل ايفالويشن يا ترى بيمشي ازاي؟
طالما سألتك السؤال ده يبقى أكيد ليها كذا حل زي ما كنا بنعمل قبل كده. فعلا هي ليها كذا حل، ليها كذا مدرسة. كل حد حب يعمل فانكشن بروجرامنج قال أنا همشي بالمدرسة بتاعتي. في ناس قالت لك إن أنا هعمل حاجة اسمها evaluation by value، ده اسمها evaluation by value. دي الاستراتيجية الأولانية اللي هنمشي بيها. دي عبارة عن إيه؟ الناس دي قالت لك إن أنا هشتغل inner most evaluation، الريدكس بتاعي هفكه خلاص بالشكل اللي انت هتشوفه ده. لو هو الارجومنتس بتاعته فاليو هعمل له اكسبانشن، الارجومنتس بتاعته مش فاليو هخش جوه الارجومنتس بتاعته وافكها، اللي جواه مش فاليو هخش جواها وافكها وافضل افك في الارجومنتس لحد ما اوصل لفاليو. ده بسميه inner most evaluation. هنشوف شغال ازاي بالمثال اللي احنا شايفينه قدام. لو مسكت كده المثال ده وقلت اللي انا هشوف الاكسبريشن ده هل بيسبستيوت لفاليو ولا لا، هاخده من الشمال لليمين كالعاده يعني زي كل اللغات ما بتعمل. من الشمال لليمين هبص هو الكي ده ينفع احسبه، الكي ده بيابلاي على فاليو، لا الكي ده مش بيعمل ابلاي على فاليو. طب الدي بتابلاي على فاليو، لا الدي مش بتابلاي، دي تعتبر مش بتابلاي على فاليو عشان بتابلاي على سكسيسور اوف زيرو ودي لسه ما بقتش فاليو. طب السكسيسور اوف زيرو بيابلاي على فاليو، اه السكسيسور اوف زيرو بيابلاي على فاليو اسمها زيرو، فانا ممكن اعمل اكسبانشن بالسكسيسور، فانا ممكن اخد الديفينيشن اللي هنا واقعد عليها مكان السكسيسور بالشكل ده، هاخد السكسيسور كده واحط مكانها الديفينيشن بتاعها اللي احنا عملناه هنا، وبعد كده اعمل اللي كنت بعمله قبل كده اللي انا بابلاي زيرو على القيمه اللي هنا، فيبقى ده معناه اللي هيتحول عندي الاكسبريشن ده لواحد. طب هل الدي دلوقتي بتوبريت على فاليو؟ اه الدي بتوبريت على فاليو، طالما الدي اللي هو بتوبريت على فاليو يبقى حولها للريدكس واشتغل عليه. هو دي الديفينيشن بتاعها عامل ازاي؟ الديفينيشن بتاعها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، دي اوف يو بتروح للكلام ده. فاللي هعمله اللي انا هعمل ايه؟ هشيل الدي واروح حاطط مكانها القيمه اللي انت شايفها قدامك اللي هي الديفينيشن بتاعها، وهابلاي الواحد على القيمه دي. فلما ابلاي الواحد على القيمه دي معناها ان انا بشيل كل يو واحط مكانها الواحد، فده معناها اف واحد بتساوي صفر زين واحد إلس واحد، وده في الآخر هيدلنا إيه؟ هيدلنا واحد عشان الواحد ما بيساويش صفر، ففي الآخر هيبقى عندي واحد. هل الكي دلوقتي بتأبلاي على فاليو؟ أه الكي بتأبلاي على فاليو، طالما الكي بتأبلاي على فاليو يبقى هات الديفينيشن بتاع الكي وحطه هنا. فهمسك الديفينيشن بتاع الكي، هي الكي دي أصلا هي عبارة عن إيه؟ الكي اللي هي بتتكتب بالشكل ده أنا عارف إن هي عبارة عن فانكشن أوف إكس بتأوبريت وتطلع لي فانكشن أوف واي عشان ترجع لي إكس. طب هات بقى الديفينيشن اللي احنا عملناه ده اللي هو الجزء اللي احنا شايفينه ده وحطه مكان الكي في الشكل اللي انت شايفه ده، انا خدت دي حطيتها كده. انا هنا لما عملت كده انا الشكل اللي احنا مستخدمينه من الاول ده اللي هو يعتبر شورت هاند اختصار فكيته للشكل اللي انا فاهمه اللي انا عارفه اللي هو اكس اوف واي، ده عباره عن فانكشن بتوبريت على اكس وترجع لي فانكشن توبريت على واي عشان ترجع لي الاكس بتاعي. عوضت بالشكل ده اصبح عندي ريدكس، ريدكس ده بيابلاي على واحد، عوض عن الواحد في كل حاجه موجوده عندك هنا، فشلت الاكس بتاعتي وحطيت مكانها الواحد، فهيصبح عندي فانكشن اف اوف واي بتروح لواحد. انا هنا شلت الاكس دي وحطيت مكانها واحد عشان الديفينيشن هنا بتاع الريدكس بيقول لي منين ما يجي لك فانكشن اوف اكس عوض عليها واحد، والاكس هنا قيمتها واحد، فانا شلت الحته دي وحطيت اف اوف واي بتروح لواحد. اصبح عندك اف اوف واي بتروح لواحد، دي هتوبريت على ار اوف 2. اللي هعمله هنا ايه؟ اللي هعمله ده يعتبر ريدكس، فخلينا نعوض بار اوف 2 في الكلام ده. بس انا لو عايز اعمل كده انا محتاج ابلاي الكلام ده على فاليو، عشان هو قال لك من الاول انا ما ينفعش ابلاي حاجه، ما ينفعش ابلاي اكسبريشن غير على فاليو، بس الار اوف 2 مش فاليو، الار اوف 2 هي كمان تعتبر فانكشن محتاجين نجيب لها فاليو. طب خلاص يبقى نروح للار اوف 2 نعمل لها ايه؟ اناليسيس لوحدها. هي الار اوف 2 دي ينفع نحولها لفاليو ازاي؟ الار ديفينيشن بتاعتها ايه؟ ار بيقول لك ار اوف زد بتروح لار اوف ار اوف زد، ده معناه ان انا هفك الار اوف 2 لار اوف ار اوف 2 وار اوف ار اوف 2 تفك الار اوف ار اوف ار اوف 2 وافضل اكسباند كده الى ما لا نهايه. اذا انا عمري ما هقدر اوصل لفاليو هنا، فنتيجه كده
يبقى بعد كل اللي عملته هنا عشان ايفاليويت انا هوصل لدايفرجنت اكسبريشن. الغريب هنا والحاجه اللي تشيل ان اصلا انت مش محتاج البارامتر ده، عشان البارامتر ده ايا كان هو الفانكشن دي فانكشن تودي على كونستانت. يعني ايا كان البارامتر اللي هيوبريت هنا هو الفانكشن ده مش بتستخدمه، هي فانكشن اوف واي بس هو واي بتروح لواحد، حط هنا اي قيمه هتروح لواحد. بس انا مشكلتي الايفالويشن باي فاليو بيستدعي وجود فاليو والفاليو مش موجوده، فبما ان الفاليو مش موجوده الاكسبريشن ده في الاخر هاي دايفرج، ويبقى الاستراتيجي ما بتقدرش تاكسباند النوع ده من الاكسبريشنز. ده مش عيب في الطريقه دي، دي عيب في الاكسبريشن اللي احنا مستخدمينها. حط الموضوع ده في دماغك، ده مش عيب في الطريقه، ده عيب في الاكسبريشن او في السبيشال كيس اللي انا عملتها قدامك دي عشان اشو سام ويكنس موجود في الاستراتيجي دي. الطريقه دي طريقه محترمه وبيتبعها لغات عاديه، بس هي المشكله اللي هي ايه، بتستدعي فك كل الارجيومنتس لفاليوز عشان تقدر توبريت وتشتغل. لو احنا هنيجي نلخص اللي احنا عملناه، اللي احنا منين ما يجي عندنا اكسبريشن بي ابلاي على فاليو، اللي انا بعمله اللي انا ريكيرسيفلي بمسك الاكسبريشن ده بعمل له اكسبانشن بالشكل بتاع الريدكس بتاعي وافضل ايفالويت فيه، وبعملش ايفالويت ليه غير لو القيمه اللي قدامه هي فاليو. طالما وصلت للشكل ده اللي بقى فانكشن اوف فاليو، ارجع تاني اشتغل على الجزء ده. والجزء ده هو عباره عن ايه، بيمسك الاكسبريشن من الشمال لليمين. الاستراتيجي اسمها ايفالويشن باي فاليو. هل دي الاستراتيجي الوحيده اللي موجوده؟ لا، اكيد في استراتيجي تانية، وده ينقلنا الايفالويشن باي نيم اللي هي مشابهه للاستراتيجي التانية في اول خطوتين اللي هي بتحاول توصل الاكسبريشن والفاليو. بس ايه اللي بتعمله، اللي هي بتعمل ايه، بتحاول تعوض بالقيمه اللي هنا في الفاليو على طول. يعني انا هنا باخد الارجومنت زي ما هو بعوض فيه هنا باستخدام البيتا رول اللي احنا كنا بنشتغل فيه من الاول. تعال ناخد مثال عشان نفهم الاستراتيجي دي، ممكن نلخصها في اللي هي تانية كانت انر موست، دي اوتر موست ايفالويشن. يعني ايه؟ يعني الريدكس بعمل له ايفالويشن قبل ما اعمل ايفالويشن للارجيومنت بتاعته. الريدكس بعمل له ايفالويشن قبل ما اعمل ايفالويشن للارجيومنت بارت بتاعته. يعني ايه؟ يعني هنا فين الريدكس؟ الريدكس ده مثلا الكي، مش دي الكي دي هتتفك الريدكس؟ انا بايفالويت الكي قبل ما اخش ايفالويت الحته اللي جواها، وفي الاخر لما يطلع لي اكسبريشن انا بايفالويت الاكسبريشن قبل ما ايه؟ ما استخدم الحته دي. فده ممكن كده انا حاسس ان هو ممكن يجيب معانا نتيجه في اكسبريشن بيدايفيرج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ليه؟ عشان هو بيهتم بالاكسبريشن بسمبليفيكيشن اوف ريدكس، مش بيهتم بالارجيومنت بتاعته. فممكن تضرب معاه ويعدي المأزق اللي موجود قدامه هنا في حته ايه، في حته الدايفرجن اكسبريشن. خلينا نشوف، هنا قلنا ان احنا هن ايفالويت الاكسبريشن، هن ايفالويت الريدكس قبل الارجيومنت. فبما اني هن ايفالويت الريدكس، او الريدكس عندي هو الكي، الكي ده بيتفك ازاي؟ الكي احنا عارفين الشورت هاند بتاعه بالشكل ده، والديتيل ديفينيشن بتاعه بالشكل ده، هو فانكشن اوف اكس بتروح ترجع لي فانكشن اوف واي، بترجع كي، بترجع الاكس. طب خلينا نعمل الكلام ده، خلينا نعوض عن الكي بالشكل ده، فيصبح عندي الريدكس اللي انت شايفه قدام. طب ده ريدكس، تعال نعوض في الريدكس ده. هو الريدكس ده بيقول لك ايه؟ يقول لك الاكس بتاعتك دخلها هنا، وبعد كده لما تاخد الاكس بتاعتك دي حطها مكان كل اكس هنا. يعني في الاخر انا هاخد الحبه دول اللي هم دي اوف سكسسور اوف زيرو، اخدهم اعوض مكان كل اكس هنا. خلاص، لو انا هفترض ان الفانكشن دي بتابلاي على الكلام ده، يبقى هات الكلام ده حطه مكان الاكس، هيصبح عندك الاكسبريشن بالشكل ده. انا عوضت في الفانكشن دي عن كل اكس بالبارامتر اللي عندي، فنتج عنه الشكل ده اللي يعتبر فانكشن جديد. طب الفانكشن الجديده دي وصلنا للشكل اللي هو بيقدر يشتغل؟ اه، وصلنا للشكل اللي هو بيقدر يشتغل. انا ممكن اعوض عن ال r of 2 عن كل y موجوده هنا، مش دي تعتبر function redex وده يعتبر argument؟ عوض عن r of 2 عن كل y موجوده هنا. بس يا دكتور مفيش y اصلا موجوده هنا. جميل جدا، يبقى انا لما اجي اعوض بين ال r of و r of 2 دي في مكان كل y موجوده هنا، هلاقي نفسي نزلت ل d of successor of 0.
طارت لوحدها. ليه طارت؟ عشان اصلا هي فانكشن اوف كونستنت. الفانكشن تدي لها اي حاجه بترجع لك دي اوف سكسيسور اوف 2، ما بترجع لكش حاجه لها علاقه بالواي. فلما اعوض عنها بالارجيومنت دي جواها هي نفسي ما بيطلعليش حاجه غير الديفينيشن بتاع دي اوف سكسيسور اوف 0. طب ايه دي اوف سكسيسور اوف 0؟ مش دي تعتبر فانكشن او تعتبر فانكشن اعوض عنها بالريدكس بتاعها؟ اه ممكن اعوض عنها بالديفينيشن بتاعها عشان يطلع لي ريدكس، وده اللي انا هعمله دلوقتي. انا هقول الدي ده الشورت هاند بتاعها، بس الدي انا فاهم اللي هي عباره عن فانكشن اوف يو وبترجع لي الاكسبريشن ده. يعني انا ببساطه ممكن اشيل الدي كده واحط الكلكعه الكبيره دي مكانها، فيصبح عندي مكان الدي الكلام ده. وبما ان عندي الشكل ده وده ريدكس، عوض في الريدكس ده عن كل يو بالقيمه بتاعت اكسسوار اوف زيرو. يعني شيل بقى يو دي وحط اكسسوار اوف زيرو، شيل يو دي وحط اكسسوار اوف زيرو، واعمل الكلام ده. فلما اشيل كل يو هنا واحط اكسسوار اوف زيرو هيطلع عندي الشكل ده. انا شلت هنا الفانكشن ديفينيشن وعوضت بده هنا، فلما عوضت بده هنا طلع لي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب الشكل ده ينفع اشتغل فيه؟ لا ما ينفعش اشتغل فيه كده، لازم تفك ده عشان دي مش قيمه اقدر اعملها. انا مش عارف اكسسوار اوف زيرو ده بيساوي زيرو ولا لا، عشان انا مش عارف السكسسور ده عباره عن ايه. جميل، يبقى انا كده هشيل السكسسور دي واحط مكانها الديفينيشن بتاعها. فالسكسسور انا عارف اللي هي عباره عن في بتروح لفي زائد واحد، وانا اكتب الشورت هاند بتاعها كده. خلينا نكتب الديتيل ديفينيشن، هو عباره عن فانكشن تاخد الفي وتروح لفي زائد واحد. خلاص طالما كده يبقى هات لي الحته دي حطها مكان السكسسور اللي هنا. هاخد الحته دي واحطها مكان السكسسور اللي هنا، هيصبح شكل الاكسبريشن بالشكل ده. طالما اللي هو كده يبقى انا ممكن اعوض عن الزيرو جوه، فعوض عن كل في بزيرو، فهيصبح عندك زيرو زائد واحد هي القيمة بتاعت الفكة اللي هنا دي، عشان عوضت عن الزيرو في الفانكشن وفي بتروح لفي زائد واحد، فاصبح عندك زيرو زائد واحد بتساوي زيرو. هل زيرو زائد واحد بيساوي زيرو ولا لا؟ زيرو زائد واحد ما بيساويش زيرو. اذا هروح للالس ستيتمنت اللي هي سكسيسور اوف زيرو، وسكسيسور اوف زيرو عشان احلها هاجي اعوض عن السكسسور بالديفينيشن بتاعها اللي هو بالشكل ده، وبعد كده الديفينيشن بتاعها ده هيخلي لك الزيرو تعوض مكان كل في، ولما الزيرو تعوض مكان كل في هيبقى النتيجه بتاعتي في الاخر زيرو زائد واحد اللي هي بواحد. اذا الاستراتيجي دي قدرت اللي هي تيفاليويت اكسبريشن هو دايفرجنت اكسبريشن، نتيجه اللي هي قلبت بقى المره دي. المره دي هي مش بتهتم اللي هي تروح لكل ارجيومنت وتفكه للاخر، لا هي بتفك الاكسبريشن الاصلي عشان تشوف الاكسبريشن الاصلي ده هيفالويت لايه. ففي الاخر وصلنا للنتيجه دي. طب هل ده معناه ان هي احسن من الثانيه؟ لا ده مش معناه ان هي احسن من الثانيه، دي طريقه مختلفه ومدرسه مختلفه للايفالويشن بتاعت الاكسبريشن. بل بالعكس انا شايف ان هنا في ريدندنسي حصلت. ليه ريدندنسي حصلت؟ عشان هي هنا حاولت تفك السكسسور مرتين. هي فكت السكسسور هنا مره بالشكل اللي انت شايفه قدامك، وكمان شويه هتلاقي فكته تاني. فالسكسسور ده رغم اللي هو هيتفك مرتين هنا، مره بالسكسسور اوف زيرو وهي هي هنا سكسسور اوف زيرو، الا اللي انا ك ك ك كلانجوج اضطريت ان انا احسبها مرتين، مره هنا ومره هنا. فده يعتبر حاجه من مساوئ الطريقه دي. ليه؟ عشان انا لما بيبقى معايا ارجيومنت وبعمل له ابلاي جوه الاكسبريشن، يعني مثلا هنا معايا يو، يو دي ممكن تتكرر 10 مرات في الاكسبريشن اللي هي بتتفك فيه، يبقى ده معناه ان انا ممكن افكها 10 مرات مختلفه. طب هل ما ينفعش ان انا افكها مره واحده واروح معوض عليها في كل حاجه؟ انت مش عارف انت اصلا هتوصل للحته دي ولا لا، فعشان كده انت تضطر ان انت تعوض عليها في اول حته على الشمال وتكملها، وبعد كده منين ما تحتاج ان انت تشتغل على حته تانيه تحتاج تعوض عليها. ففي الاخر بتلاقي نفسك ايه؟ السكسسور نفسها اتفكت كذا مره، وكل فكه من دي لو فرضنا ان هي بتاخد وقت كذا دقيقه مثلا لو مجازا، يعني هيبقى احنا كاننا بنخسر دبل التايم مرتين، مره عشان هنا ومره عشان هنا. والموضوع بيبقى اسوأ لو كده، لو اليو كمان في اكسبريشن بتتفك ثلاث اربع مرات جوه الديفينيشن بتاع الفانكشن دي، يبقى كده هتايفالويت الكلام ده ثلاث اربع مرات. ده خلى الناس اللي بتشتغل بايفالويشن باي نيم تفكر ليه تعمل كاشنج. يعني ايه كاشنج؟ يعني مش انا حسبتها مره وعارف السكسسور اوف زيرو على طول بترجع لي واحد، ايه اللي بقى اللي يخليني احسبها تاني؟ انا اعمل كاشنج، انا احسبها بس لو حسبت حاجه اكيش الحساب ده على جنب، ومنين ما احتاجه تاني اجيبه من الكاش بتاعي. فعملنا
طريقة تانية سميناها ليزي ايفالويشن، هي نفس الطريقة اللي فاتت بالظبط اللي هي ايفالويشن باي نيم، بس عملنا كاشنج للكالكوليتد فاليو عشان اتجنب المشكلة بتاعت اللي انا ري ايفالويت الارجيومنتس بتاعتي مالتيبل تايمز. طب لو هنيجي نشوف اللغات عملت ايه بقى، ومين تبنى الطريقة دي ومين تبنى الطريقة دي، هنلاقي للليسب والسكيم والام ال اللي احنا بنشتغل بيها اشتغلت بايفالويشن باي فاليو، لكن لغات بيورلي فانكشنال لانجويج زي ميراندا وهاسكل اشتغلت بالليزي ايفالويشن. انت ممكن كده تحس هما ليه عملوها ليزي خلاص، وليه دول تبنوا الايفالويشن باي فاليو. الناس دي ما تقدرش تعمل ليزي ايفالويشن ليه؟ تخيل معايا واحد مجنون خلاص خلى في ديفينيشن للفانكشن بتاعته يلعب في جلوبال فاريبل، يلعب في فاريبل بره، فممكن تلاقي سكسسور اوف زيرو اول مره تتحسب تلاقي بترجع لك قيمه، وتاني مره تتحسب تلاقي بترجع لك قيمه تاني. ليه؟ عشان الديفينيشن بتاع الفانكشن لعب في جلوبال فاريبل. ايه ده؟ هو من امتى اصلا في جلوبال فاريبلز في الفانكشنز بروجرامنج؟ ارجع بقى لاول سلايد في التوك النهارده وافتكر مين من اللغات كان هايبريد وبيميكس الامبيراتيف مع الديكليراتيف، بيسمح باللي انت يبقى عندك فانكشنال بروجرامنج مع استخدامك للبريمتيفز بتاعت البروجرامنج اللي هو نون فانكشنال. هنلاقي اللغات دي. طب مين اللغات اللي هي كانت ريستريكتيف قوي وقالت لك لا انا مش هسمح غير بالفانكشنال والفانكشنال بس؟ هنلاقي اللغات دي، هنلاقي الميراندا والهاسكل هما اللي عملوا انفورسمنت اللي انا شغال بيور. انت مش هيبقى عندك اصلا امكانيه اللي انت تلعب بديلك وتروح ايه، تروح عامل لك جلوبال فاريبل فينتج عنه اللي انت لما تنادي سكسسور اول مره تختلف عن سكسسور تاني مره. لا، انت كل مره هتنادي نفس الفانكشن هترجع نفس القيمه. ليه؟ عشان انت ما تقدرش تعمل غير كده، عشان انت ما عندكش الكونسيبت بتاع جلوبال فاريبل. فطالما اللي انت ما عندكش الكونسيبت بتاع جلوبال فاريبل ده يمكن اللغه اللي هي تفرض اسامبشن اللي كل مره تنادي الفانكشن دي على طول لازم ترجع نفس الفاليو طالما اللي بدلها نفس البارامتر. مش معقول اقول مثلا سكسسور اوف زيرو مره ترجع لي واحد ونت سكسسور اوف زيرو مره ترجع لي اثنين، طالما اللي انا بنادي نفس الفانكشن بنفس الارجيومنت يبقى اكيد نفس الفاليو هترجع لي. والاسامبشن ده ما كنتش اقدر اعمله بكل اريحيه لو الفانكشن نفسها فيها امكانيه اللي هي يبقى فيها جلوبال فاريبلز. جلوبال فاريبلز دي بنسميها السايد افكت. يعني ايه السايد افكت؟ تخيل معايا عندك فانكشن والفانكشن دي جوه بتانكريمنت جلوبال فاريبل، مثلا فاريبل فوق يكون مثلا بيعد عدد المرات اللي دخلت فيها الفانكشن دي. مش انا ممكن ابقى واحد مجنون واقول لك مثلا لو الفانكشن دي اتنادت 3 مرات بعد المره الرابعه ارجع فاليو ثانيه؟ اه انا ممكن اعمل كده، انا واحد عايز ابوظ اللوجيك مثلا. طب لو انا كلغه شايل لك منها الامكانيه دي، مش عامل لك امكانيه ان انت تحط جلوبال فاريبل، انت مش هتعرف اصلا اللي دي تالت مره ولا رابع مره ولا خامس مره، عشان كل مره بالنسبه لك هي اول مره. انت ما عندكش حاجه تعمل سايد افكت، ما عندكش حاجه تبريزرف الستيت بتاعت البروجرام. البروجرام بتاعك ستيتلس. طالما البروجرام بتاعك ستيتلس، طالما البروجرام بتاعك ما فيهوش فاريبلز يبقى انت بيورلي فانكشن. طالما انت بيورلي فانكشن يبقى انا ممكن اعمل اوبتمايزيشن بتاعت الليزي ايفالويشن. طبعا ما فيش حاجه اسمها ايفالويشن باي نيم، هنا الليزي ايفالويشن امبليسيتلي معناه ايفالويشن باي نيم. ما عندنا هنا ايفالويشن باي فاليو وليزي ايفالويشن، عشان ليزي ايفالويشن زي ما شفناها من شويه هي الايفالويشن باي نيم زائد كاش فاليو. ومفيش حاجه اسمها اللي لانجوج تستخدم ايفالويشن باي نيم وما تستخدمش اوبتمايزيشن بتاعت الكاش فاليو. ليه عملوا كده؟ فاني واي احنا عندنا 3 انواع من ايفالويشن: ايفالويشن باي فاليو، ايفالويشن باي نيم، التطوير بتاعه اللي هو الليزي ايفالويشن. اللغات انقسمت على جهتين، ناس بتعمل ايفالويشن باي فاليو، ناس تعمل ليزي ايفالويشن. الايفالويشن باي فاليو في اللغات اللي بتسمح ب نون بيور فانكشنال بروجرامنج، ممكن تبقى فانكشنال ونون فانكشنال في نفس الوقت، لكن اللغات اللي هي بيور فانكشن ما بتسمحش غير بس بالفانكشن هي اللي قدرت تستخدم الليزي ايفالويشن اوبتمايزيشن او الايفالويشن باي نيم.